بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على منتخب الكونغو في المباراة التي جرت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأعرب سمو رئيس الوزراء في برقيته عن خالص تهانيه وتقديره لمستوى منتخب جمهورية مصر الشقيقة وإعجابه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات الإفريقية والمؤهلة إلى كأس العالم، متمنيا أن يواصل المنتخب المصري مسيرته المشرفة وتمثيل الكرة العربية خير تمثيل في النهائيات. كما بعث سموه برقية مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل مهنئه بهذه المناسبة.